السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية وهران وبالضبط في المنطقة الصناعية تاع والتليلات. إذا لنقف على المشروع الرائد نتاع مصنع لإنتاج المعدات العالية الدقة، المعدات الإلكترونية اللي تستعمل كثير الآن في البنوك، آلات الحاسبة والآلات تاع الدفع الإلكتروني وعدة معدات إلكترونية بدقة عالية، و يعني هذه المعدات هذه اللي كنا نستوردها من الخارج، الآن فيه شركة رائدة تعتبر الأولى من نوعها، أنشأت مصنع بواد تليلات لإنتاج هذه المعدات، واللي المصنع هذا هو ثمرة نتاع تجارب وشراكات كثيرة دامت لمدة 30 سنة. إذن الآن أصبح لدينا مصنع يعني فريد يعني من نوعه في الجزائر لإنتاج هذه المعدات الإلكترونية عالية الدقة، يعني بدقة بتكنولوجيا عالية في ميدان ما يسمى بالتكنولوجي دو بوينت. يعني إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذا المصنع الجديد في بلدية وكليلات بولاية وهران، إذن في إنتاج المعدات الإلكترونية ذات الدقة العالية. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو ليعطينا أكثر تفاصيل في الموضوع. بدون أي طلاق لكم تتابعوا الفيديو، والسلام عليكم. الدقة الصناعية واد تليلات بولاية وهران. شركة هاي تك سيستمز الرائدة في مجال تسويق وتشغيل الحلول المخصصة للقطاع المصرفي والبنكي، تنشئ أول مصنع من نوعه في بلادنا متخصص في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية. الإنجاز هو عصارة 30 سنة من الخبرة في هذا المجال. بدأنا في هذا الميدان منذ 30 سنة، هو مجال جد حساس وتكنولوجيا عالية الدقة. تعتمد استراتيجية تطوير شركتنا على نقل المعرفة وإنتاج الحلول التكنولوجية محليا حتى نتخلص من تبعيتنا لكبار المصنعين الأجانب. كما نعتمد أيضا الجدية والصرامة في التسيير. ندعم عملاءنا بأجهزة الدفع الإلكتروني، وهو ميدان في منتهى الدقة ولا مجال فيه للخطأ. أنا محظوظ لأن ابنتي استلمت المشعل وكانت لها أفكار مبتكرة، حيث أنها لم تكتفي باستيراد التكنولوجيا والمعرفة بل أنشأت هذا المصنع الذي أصبح بدوره ينتج هذه الأجهزة محليا. لقد حققنا الكثير من الإنجازات منذ 2003. فقد ساهمنا في تطوير النظام المصرفي بالجزائر وكاد تثبيت نظام الدفع الإلكتروني في مؤسسة ساتيم وبنك البدر وبريد الجزائر وغيرها. نحن ندعمها بالصرافات الآلية وأجهزة الدفع الإلكتروني وغيرها من الأجهزة. أعتبر أهم إنجاز حققناه مؤخرا هو افتتاح مصنعنا هنا في واد تليلات، حيث لم نعد نكتفي بتسويق وبيع هذه الأجهزة، ولكن أصبحنا قادرين على تصنيعها محليا بأيادي مهندسين جزائريين. Which is a great accomplishment. We're using our own engineers, our local team. المصنع يحتوي على 3 خطوط للإنتاج. الخط إنتاج عدادات الأوراق النقدية. بدينا هذا الخط في جانفي 2023، يعني رانا في تقريبا 11 شهر وانتجنا ما يقارب لك اكثر من 2500 وحدة، وهذه 2500 وحدة راحت للبنوك كما سي بي ا، لابادغ، سلام بنك، والباقي داوها عامه الشعب كما التجار. هذه الآلة اللي رانا نديروها بوغ لا بروميير فوا في لاجيري، نديروا لا برودكسيون تاعها اللي هي كيسان ان تي 3. هذه المرحله اللي هي المرحله تاع التست اللي صرا فيها لا ميزا جور اللي توفر على كاع الفئات الاوراق النقديه للدينار الجزائري. هنا نشوفوا لو بون فونكسيونمون تاع لي موتور، بون فونكسيونمون تاع لي سكانر اللي يطلب بيان سور يكون عندك كفاءه، يكون عندك خبره في هذا المجال. ديجا في الديبي يديروا لنا دي فورماسيون مع لي بارتنير تاعنا في كوريا، يجيو دي كوريا يديروا لنا هنا.
تاعنا اللي هو إعادة الرسكلة وإعادة إعطاء حياة للأجزاء اللي كاينين في الماكينات الصرافات الآلية. يعني كي يقدموا يفوتوا 10 سنين 15 عام، حنا ما نرموش هذوك الأجزاء، نريكوبيريوهم، نديروا عملية كاع عملية جديدة، نعطوها حياة، دونك نديروا الديمونتاج تاعهم، نعاودوا نديروا لو تري تاعهم، نشروا لي بياس اللي نقدروا نشروهم هنا في الجزائر، يعني نخدموا ثاني على الإدماج، نسبة إدماج كبيرة باش يكون عندنا، رانا نطلعوها يعني هذا مشروع رانا نخدموا عليه باش يكون عندنا منتوج جزائري ان شاء الله يعني في القريب العاجل. عندنا دي تكنيسيان دي انجينير سبيسياليزي افيك دي فورماسيون سبيسيال في هذا الدومين. لا تكنولوجي كل خطره تتبدل، عندنا بليزيور مارك لي ميزاجور جدد كيما يخرجوا دي بي جدد. عندنا لي 2003 موديل دو 2000 صافي، كل ما تخرج 2000 بي جديد يخرج ميزاجور جديده. تمكنت شركة هايتك سيستمز من التفوق في خدمات ما بعد البيع، فهي تضمن لعملائها صيانة كل الحلول التي طورتها بفضل فريق من التقنيين والمهندسين. عندنا تقنيين على كامل التراب الوطني اللي مستكلفين بصيانة وتركيب هذه المعدات. عندنا هنا ما يفوق 12 تقني يستكلفوا بالمنطقة الغربية للوطن حتى الجنوب وأقصى الجنوب، ما نخليوش حتى مناطق الجنوب اللي ما فيهاش بزاف تمركز، حنا نغطيوهم بما فيها تندوف بما فيها أضرار وجنوب أضرار. أثبتت HTS كفاءتها في تخصص عالي الدقة، مما جعل منتوجها محل طلب من قبل بلدان مجاورة وأجنبية. We can export to other countries. صدرنا إلى إيطاليا ومالي وجزر القمر، حيث ساهمنا في تثبيت النظام المالي بها. إنه إنجاز عظيم أن نتمكن من تصنيع كل هذه الحلول هنا في بلادنا. كل الوسائل متوفرة، إرادة السلطات العليا على رأسها رئيس الجمهورية، الموارد المالية، العملاء موجودون، والتكنولوجيا والمعرفة متوفرة أيضا. ما ينقصنا فقط هو استحداث هيئة وطنية على غرار بنك الجزائر لتنظيم سوق الدفع الإلكتروني والتصديق والمصادقة على جميع الحلول التكنولوجية في مجال الدفع الإلكتروني. كل سوا هاردوير أو بيان سوفتوير. تعمل شركة هايتك سيستمز على دعم المؤسسات المالية والبنوك العمومية والخاصة وغيرها من المؤسسات ذات الحسابات الكبرى.